نورته وشرفته كابتن محمود ابو الدهب. اقول حاجه بس والنبي كابتن فاروق بعد الهوا. لا 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 هقول بس حاجه. كابتن رضا عبد العال. احنا نحترم جدا فرقه السنغال بس ما نخافش منها، هنكسب النهائي ان شاء الله هنوصل من النهائي ان شاء الله. انا بقول لك ما تخافش واحترم، في فرق بين الكلمتين، وان شاء الله هنوصل من النهائي. وربنا يا رب، واحنا داخلين على رمضان كده يعني ده بعديها يومين رمضان. دعوه الكابتن رضا عبد العال، دعوه ساعه فجريه اهو. اتفضل ان شاء الله بامر الله اكرمنا يا رب، وتبقى بدل الحرب هنا والحرب هنا والدنيا مولعه، فرحنا عشان نروح باذن الله كاس عالم، وننسي الناس الهم اللي هو اللي جاي ده، ونخش على رمضان فرحانين ان شاء الله كده. ان شاء الله مفقودين ولا مفقودين بيها. هو مفيش هموم، وان شاء الله ده كلامك والله. الناس تنبسط الفتره اللي جايه باذن الله. من ان شاء الله منتخب مصر باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقه زي ما وفقه النهارده في مباراه الذهاب، ايضا في مباراه العوده امام السنغال في دكار يوم الثلاثاء اللي جاي. بشكر